السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله أنكم بخير، إن شاء الله أنكم تمام. معكم أخوكم أي سي، ورجعت لكم يا شباب بالحلقة السابعة من لعبة ذا ديفيجن. إذا تسمعوا قبل ما نبدأ تضغطون زر اللايك والسبسكرايب تدعموا أخوكم، وخلونا نكمل يا شباب. بسم الله. أيها العميل، ستبحث عن أي بطاقة قام صاحبنا باستخدامها لنشر سلالة. لازم انتبه، والله كثيرين. انا ابغى ابو القنابل ذاك، هذاك اهم واحد لازم اقتله. هذاك اذا قتلته خلاص ان شاء الله انا بالسليم. اوكي، بداية حلوة. درجة الحرارة في ارتفاع ونسب عالية من ثاني أكسيد الكربون. يبدو أن هناك حريقا في المبنى، سأرسل تصميمات المبنى إلى مركز المعلومات في حال احتجت إليها. يتم حساب المسافة للوصول إلى أجهزة التحكم بنظام إخماد الحريق. سامع صوتها القنبلة ذي، بس فينها؟ هذيك هي، يخرب بيتها. ساتر، الحريق في كل مكان. هذي فين هذي؟ طيب اول شي بس خليني اشغل ذا. تحذير، تم تشغيل نظام اخماد الحريق الخاص بالطوارئ، النظام معطل في الطوابق العلوية، التحكم اليدوي مطلوب. عظيم، تابع طريقك وسأواصل أنا البحث في هذه المخططات وسأخبر آيتك بمواقع أجهزة التحكم اليدوي. أيها العميل، التقط أي أوراق نقدية ملوثة بسلالة الفيروس الأصلي. تفحص كل شيء، ماكينات النقود ومحطات التبرعات الخيرية وجرار البقشيش في المقهى، في أي مكان يمكن أن يحتوي على النقود. حان وقت القتال. أنا هنا حبيبي، أنا هنا. هذا كان الحال ولا كيف؟ كانوا محطين طريقين ولا كيف النظام؟ بس اشوف هنا بسرعة ايش فيه. هو اللعنة. تأكيد، نتيجة فحص الغرض سلبية بالنسبة للعدوى الفيروسية. انتباه، هناك إيكو متوفر للعرض بالقرب من هنا. تأكيد، نتيجة فحص الغرض سلبية بالنسبة للعدوى الفيروسية.
بالتأكيد نتيجة فحص الغرض سلبية بالنسبة للعدوى الفيروسية. عندنا ناس جايين. شوفوني. يا شيخ كيف شفتوني؟ ذاك بعيد. اوكي اللي هنا فينهم؟ اطلع حلو اطلع. خليها عندك ذي. اطلع اطلع اطلع. انفجر. تمام تمام. ماشيين بالسليم الى الان. لنأمل بان لا يكون المنظفون قد احرقوا كل شيء قبل ان تعثر على تلك الاوراق النقديه. تذكر أن الحرارة العالية تدمر الحمض النووي وتفكك الروابط الجزيئية، ويبدأ جزء شريط الحمض النووي المزدوج بالانفصال. سبب إضافي لمنعهم من الاقتراب أيها العميل. كما قلت، لا ضغوطات. تأكيد نتيجة فحص الغرض سلبية بالنسبة للعدوى الفيروسية. تأكيد نتيجة فحص الغرض سلبية بالنسبة للعدوى الفيروسية. تحذير، تم رصد جهاز إنذار الحريق. تبعا للمخططات، يجب أن يكون هناك جهاز تحكم يدوي في الطريق أمامك. هذا يشير إلى وجود أوراق نقدية ملوثة بالفيروس في مكان قريب. جدها ولا تضعها في فمك. تحذير، تم رصد جهاز إنذار الحريق. عثرت على جهاز تحكم يدوي آخر لنظام إخماد الحريق، وأنا أرسل الموقع الآن إلى جهاز آيزاك الخاص بك. أوكي أوكي قربت. تمام هاي دقه. نظبط نفسنا بالرصاص. تنبيه، تم رصد أعداء في الجوار. فين الأعداء اللي بالجوار؟ هذولك هم. تمام تمام. أهم شيء لا يجوني من جهتين، عارفين كيف؟ لو جوني من جهتين مرة مشكلة. أوكي تمام. فينهم هذول؟ فينهم؟ هذول هم. الصوت لما حد معذره.
انا مكشوف بس كيف كذا. انا فعلا من هنا ومن هنا جي دخلنا حط لنا المسدس هنا. المسدس سريع جبت ابوكم يا شيخ انا رحت فيها. تمام والله يعطيك العافية المسدس الرشاش ذاك الصغير والله يدبهم. لا 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 ده فين وذا هذا هو والله ياخذ هذا هو لا وبوس كمان خذ بلاي سك يا شيخ. والله يا واحدة بواحدة طلقته. بس يا شيخ حرام على عيني عليك الرشاش الدي عيني عليك الرشاش يا شيخ اعطيك العافية. انا لا الح لكنني بحاجة الى تلك الاوراق سليمة وفي درجة حرارة الغرفة دون حواف محترقة فالحواف المحترقة تعني الحرارة المرتفعة. وحاول الا تقتل خلال العملية فالعملاء المحترقون لا يفيدوننا كثيرا. تأكيد التلوث بالفيروس. أبقي عينيك مفتوحتين أيها العميل، فقد وصلنا للتو تقرير من الجي تي اف حيث وصل المزيد من المنظفين أثناء انشغالك في الطوابق العلوية. حافظ على المسافة بينك وبينهم، أريد تلك الأوراق النقدية خالية من أي شائبة. إنجاز. اوكي طب ليه حاطين اثنين؟ والله ما ادري خلونا ننزل بس هي نفسها.
والله مرة ما كان مدير شيء أول. فين ذاك الملعون؟ تنبيه، يوصى باستهداف خزان الكيماويات المتحرك. تنبيه، هناك أعداء يقتربون. سريع سريع سريع، موت الله ياخذك موت. اطلع يا حبيبي اطلع. تمام. أيها العميل، العثور على مكان الأوراق غير المتبررة والملوثة في المتجر هو أمر صعب. لكانت خيبة أمل لو لم ننجح. لا أطيق الانتظار حتى أتفحصها. أو أيها العميل، جولة الشراب القادمة على حسابي إن كان هناك فرصة. أوكي شباب، وإلى هنا وصلنا نهاية حلقتنا. الله يعطيكم العافية شباب على المشاهدة. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تضغطون زر اللايك والسبسكرايب تدعموني، وأنا بإذن الله يا شباب أشوفكم في الحلقات القادمة. في أمان الله يا شباب. I'm out. Peace.